السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده يا رب وسلام. في بدايه كده عايز اعرف نفسي عن اسم وفاء، فتحه القناه دي عشان تسمعي تعليم فنون التفصيل مع وفاء. مش هقدر كنت معاك تعرف ترسمي باترون، او حتى ممكن انت اصلا خريجه معهد؟ لا خالص جدا، ما دام انت بتعرفي تخيطي او تعرفي تخيطي اي حاجه قديمه عندك هتعرفي تصفح. ازاي؟ تابعيني على فيديوهاتي وعلى القناة بتاعتي اول باول، وان شاء الله هتتعرفي وهتتعلميني بسرعة جدا، خصوصا انا كنت اصلا يعتبر من المبتدئين اللي ما بيعرفش اصلا يفصلوا. ازاي معايا هعرفهم ان شاء الله يفصلوا ويستغلوا كل حاجة في البيت. قاعدة تدوير بقى، يشتروا قماش عايزين يفصلوه، اي فكرة في دماغك. فكرة الخطوة بسيطة جدا جدا، ان شاء الله تابعوني على القناة بتاعتي، وتنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك، وتكتبوا لي اي سؤال عايزين تسالوه في الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله باذن الله اكيد هرد عليكم. ولو عندك اي قناه جديده عايزه تستفسر عن اي حاجه برضه اكتبيها في الكومنتات، وانا برضه هرد عليكي. باي باي.